أو حبايبنا، جولتنا بتكون معكم الآن في إيفنت السعودية. تتيح منطقة آسيا الصغرى ضمن تقويم فعاليات جدة خيارات ترفيهية وثقافية متنوعة للزوار والسياح على أرض جدة، يعرفونهم على الثقافات الآسيوية المتنوعة والتجارب والأنشطة التفاعلية، إضافة لعروض فنية وموسيقية. نتابع هذه التغطية مع الزميلة آية سحرتي. أرحب فيكم مشاهدينا بالكويت وبالعربي في منطقة آسيا الصغرى. هذه الفعالية اللي بتضم 8 ثقافات مختلفة تتعرفوا فيها على ثقافة هذه الشعوب وفلكلورهم وتراثهم ومأكولاتهم والكثير الكثير. اليوم حناخذكم في جولة في منطقة كوري حنتعرف أكثر على ثقافتهم وتراثهم وأيضا مأكولاتهم وغيرها الكثير من الفعاليات الحلوة. يلا تعالوا معايا ندخل على كوري. زي ما انتم شايفين منطقة كوريا مليانة إضاءات نيون بعبارات لمأكولات وعبارات مشهورة زي السلام عليكم أو مرحبا أو مع السلامة. طبعا ماني خبيرة في اللغة الكورية، لكن اليوم حنكتشف أكثر عن لغتهم عن تقاليدهم عن أشياء جدا ممتعة في منطقة كوريا. من الأشياء المميزة في الثقافة الكورية ملابسهم التقليدية اللي بتسمى بالهانبوك، طبعا عبارة عن ملابس فضفاضة زي ما تشوفوا، لها ألوان وأشكال مختلفة تتكون من قميص فضفاض والتنورة أيضا فضفاضة. طبعا هذه الأزياء تلبس في المناسبات العامة والأعياد الخاصة فيهم. تبي بنفسك؟ أنياسيو تونن أمنية ميدا. أهلا، اسمي أمنية عبد المجيد. سهل يا أمنية. طب أمنية قولي لي، إيش أكثر شيء عجبك في منطقة كوريا في فعالية آسيا الصغرى، وكمان إيش أكثر شيء عجبك أو تحبيه في الثقافة الكورية؟ طيب اللي عجبني في آسيا الصغرى إنه في كل شيء في كوريا، يعني ما يحتاج تروح برا، في أكل كل شيء في كوريا تحتاجه وما يحتاج تروح برا يعني. أكثر التجارب الممتعة في منطقة كوريا هي منطقة الشاطئ الأبيض أو الوايت بيتش. هذا المكان المورود فيه أكثر من 500,000 كورة، يقضوا فيها الكبار قبل الصغار أوقات ممتعة بالسباحة في الشاطئ لكن بدون موية. I really liked it because contrary to the other countries that were featured in Little Asia, the Korea side focused more on the urban aspect of the country rather than the traditional. I also really like that they had a lot of food options to choose from that seemed authentic. عشاق الأكل الآسيوي، لكن أول مرة اليوم حجرب أكل أكل كوري. أنا وإنتو حنجرب مأكولات مختلفة مشهورة جدا. أنا اليوم طلبت البيبيمباب والجاجاميون نودلز، في طبعا البرامن المشهورة لكن ما حجربها اليوم، فخلينا نجرب. هذه عبارة عن نودلز وأشياء أخرى. اليوم حجرب معاكم واحد من اشهر الحلويات الكوريه اسمه الموتشي ايس كريم. الموتشي عباره عن ايس كريم مغلف بعجينه الرز. اخذت نكهه التوت، خلينا نجرب معاكم كيف طعمها. لذيذه، طعمها حامض بس لذيذه لذيذه. حجربها مره ثانيه اكيد. وصلنا لنهاية تغطيتنا اليوم لمنطقة كوريا داخل آسيا الصغرى. طبعا المكان مليء بالتجارب الممتعة اللي ممكن تقضوا فيها وقت جميل مع العائلة والأصدقاء. وختاما نقول لكم شالغايو، مع السلامة. شكرا لك آية سحرتي على هذه التغطية الممتعة من منطقة آسيا الصغرى على أرض جدة ضمن تقويم فعاليات جدة. مشاهدينا ننصحكم بزيارتها والاستمتاع بهذه الفعاليات المختلفة.